حافظة ومراقبة لتتجنب صائديها البشر. ماريو بايز هو من أفضل رعاة البقر في الأرجنتين، وهو من المهاجرين الفرنسيين. لقد قتل العشرات من الفهود وأسر منها الكثير، وهو يهوى أسر الفهود ليضعها في حدائق الحيوانات. يحاول الفهد النجاة بحياته ويختبئ في الكهف الذي يبدو له منيعا لأنه سري، وهذا خطأ. لطالما جلب ماريو أولاده معه لينقل لهم حبه للصيد، لكن ابنه البكر لم يكن دائما موافقا على أساليبه. لأسر الفهد يستعمل ماريو حبلا معقودا وعصا يبلغ طولها 4 أمتار. يبلغ قطر المنطقة الآمنة بالنسبة إلى الفهد 4 أمتار، وهي المسافة التي يستطيع أن يقطعها بقفزة واحدة، وحالما تصبح هذه المنطقة مغزوة يشعر بالتهديد ويستطيع بقفزة واحدة أن يقتل ويخدش بمخالبه الحادة. وفي محاولة أخيرة لاستنفاذ طاقته يحاول الفهد أن يفلت من عقدة الحبل، وإذا نجح سيمزق عنق صائده.